فقرة من هذه هي التغطية الخاصة الحراك الشعبي، حراكيون أطباء الحراك يتحركون يطالبون ب ويدعون إلى تعليق الحراك الشعبي السلمي بكل مسؤولية بكل تحضر وبكل حرص. في المقابل سلطة تتصيد تغتنم الفرص من منطلق حق يراد به باطل. يتحدث اليوم وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة عن الحراك، يعتبر استمراره انتحارا، يشاطره الحراكيون الرأي، ولكن الوزير يذهب لتصفية الحسابات مع الحراك ويتحدث مرة أخرى بمنطلق المؤامرة عن من يريدون شرا بالبلاد، من اخترقوا الحراك وغيرها من التخريجات له وقبله وزير الداخلية الذي تحدث عن كيان صهيوني يدعم أقلية أو عناصر في الحراك ودولة أوروبية ولم يسميها، وكأن كانت الإشارة واضحة إلى فرنسا فيما يتم استقبال المسؤولين الفرنسيين بالأحضان، ولم يتم غلق أو إيقاف الرحلات مع باريس إلا بعد أن وقع الفاس في الرأس كما يعلق الجزائريون، مع الحالات التي تأكدت حالات الكورونا فيروس الكورونا التي تأكدت من زائرين أو من جاءوا من فرنسا إلى الجزائر. في فقرة اليوم من هذه التغطية نحاول التوقف عند هذا الجدل، عند الوضع الطبي في الجزائر مع اعتراف وزير الصحة الذي كذلك يدعو إلى وقف المسيرات، والحراكيون تحركوا قبله وقبل زميله وزير الاتصال وقبل وزيره الأول، فيما لا صوت لتبون، لا صورة كذلك لتبون الوزير الذي ما زال الحراكيون يرون أنه تبون مزور، جابوه العسكر والشعب قرر دولة مدنية ماشي عسكرية. يتحدث عن توفر 200 سرير فقط لإمكانية مواجهة مخاطر تفشي فيروس الكورونا الذي ينتشر كذلك بشكل كبير في الجزائر، 4 وفيات وتزايد ملحوظ في عدد المصابين وحالة الهلع والتقاطر على المواد الغذائية في عدد من المدن الجزائرية كما توثقها مواقع التواصل الاجتماعي والصور فيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والأسئلة المطروحة عن مدى استعداد هذه المنظومة، منظومة الحكم لمواجهة مثل هذه المخاطر، مع أيضا الأضرار والتداعيات المترتبة عن انهيار أسعار النفط والأوضاع الاقتصادية العالمية القاتمة، في منظومة توفرت لها المليارات، أكثر من تريليون، لم تستطع التحكم فيها بل بددت ونهبت المليارات عندما كان سعر البرميل ب 150 دولار البرميل، فما بالك والسعر ينهار عند 30 دولار للبرميل. مدى استعداد هذه المنظومة كذلك لقبول حق الجزائريين في تغيير حقيقي، وليس ذلك الهوس بالحراك واستهداف الحراك هو الذي يعني هذه المنظومة، واستمرار القمع والاختطافات ومرة أخرى اعتقال إبراهيم دواجي ومتابعته بطريقة خطيرة مثل ما وثقه على فيسبوك على المباشر، وأيضا استمرار حبس الحراكيين فيما يدعو العقلاء إن كانت هناك نية فعلا للسلطة لمحاربة الفساد وأيضا محاربة كورونا وتفشي كورونا، هو إطلاق سراح هؤلاء من السجون التي يوجد فيها الحراكيون بظلم فقط لأنهم عبروا عن حقهم في ومسعاهم لتغيير سلمي في البلاد. أليس الأجدر بإطلاق سراح هؤلاء إن كانت هناك نية فعلا لمحاربة ومواجهة خطر كورونا؟ ألا يتفشى كورونا في هذه المناطق والفضاءات الضيقة، بينما السلطة وبوليسيا السياسي
تواصل القمع مهوسة بإضافة السبت يوما ثالثا للحراك، والحراك يعلق والحراكيون يعلقون أصلا هذا الحراك، ومتابعة الشباب، شاب في 20 سنة من العمر، طالب ناشط في الحراك بسبب كتاباته في الفيسبوك، يختطف من أمام منزله وما زال في الحبس منذ 3 أيام. قبل أن نبدأ نقاش حول هذا الموضوع، حول قراءة المشهد الجزائري، الحراك الجزائري في زمن الكورونا، نتابع التقرير التالي. معنا في نقاش اليوم عبر خدمة سكايب من الولايات المتحدة حميد للو، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي، ومن الجزائر دكتور محمد الأمين شيبان، رئيس فرع الجمعية الجزائرية للطب العام من أم البواقي. دكتور شيبان، لو بدأنا من الجزائر، أطباء ناشطون في الحراك اليوم يصدرون بيانا يرون أنه يجب تعليق الحراك، وليس توقيفه، تعليق الحراك بسبب مخاطر كورونا، فيما سلطة تستغل كما يرى الحراكيون بالعكس كورونا لتسجيل محاولة تسجيل نقاط على الحراك، ما رأيك؟ بارك الله فيك، شكرا للمغاربية وكل مستمعي إذاعة المغاربية. أنا أثمن ما اللي جاء من طرف البيان، ورانا نأيدوا هذا البيان هذا، لأن بارفوا نقولوا باللغة الفرنسية بوميو ركولي فور ميو سوتي أنكور، يعني هذا ضروري 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 أنه الحراك يدير اون بوز، هذا اللي من أجل صحة الشعب الجزائري، ما نقدرش نروحوا ونحاربوا هذا الفساد ونحاربوا هذا النظام الفاسد وإحنا بدون 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 رجال وبدون شباب وبدون نساء. إذا أنا أؤيد صراحة كل ما جاء في هذا النداء، هذا البيان. طيب يبقى معنا دكتور محمد الأمين شيبان. حميد للو، أستاذ حميد للو، ما رأيك؟ هناك إجماع في وسط الحراك أنه يجب تعليق الحراك وليس توقيفه بسبب مخاطر كورونا، في مقابل يرى الحراكيون أنه سلطة هوسها فقط هو توقيف الحراك، كل حتى التصريحات المسؤولين فيها من منطلق الحق الذي يراد به باطل، آخرها
تصريح وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة اليوم. السلام عليكم وشكرا على الضيافة. أولا وقبل كل شيء، هذا الوباء الكورونا هذا وباء حقيقي وخطير جدا. قبل أن ندخل في التحاليل، علاقة الحراك بالكورونا وما يشبه ذلك، هذه مشكلة عويصة، مشكلة حقيقية تمس العالم بأسره، مش الجزائر وحدها، أوروبا، اليابان، حتى الولايات المتحدة. حتى هنا في الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم نتخبط في هذه المشكلة، ما نلقاولهاش الحل. ولازم الإخوة الجزائريين والجزائريات يفهموا خطورة هذا الوباء، ويعرفوا أنها حقيقة وآثارها ممكن تكون خطيرة جدا جدا على الأفراد، على المجتمع، على البلد كله، وعلى الحراك أيضا. فيما يخص تعليق الحراك، توقيفه أو ما يخص ذلك، احنا نعرفوا أن الإخوة والأخوات اللي في الحراك بينونا شجاعة، لكن بينونا وعي كبير، بينونا أخلاق، بينونا ثقافة جديدة للجزائريين. وأنا متأكد جدا وعندي اليقين أن أهل الحراك سيتخذون القرار الصحيح ويفكرون بكل عقلانية. الأسبوع الماضي، سبحان الله العظيم، الأسبوع الماضي أو من 10 أيام، لما تكلمنا على المغاربية تكلمنا عن نقطة مهمة جدا جدا جدا، وهي الثقة. المشكلة هي انعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم، كما قلنا، أنه ولو كحالة الآن الحاكم كان على حق وأن الفيروس هذا موجود، المحكوم ما عندوش ثقة. فإحنا في العامية الجزائرية نقولوا تغنت خسرت، ما على باليش بك، خسرها على الناس كاع. ونسمعوا الكلام تاع الناس كثير على الفيسبوك ولا على الصحفات الاخرى يتكلموا على هذا الشيء. فالمشكله اللي موجوده الان في الجزائر هو انه انعدام الثقه بين هذه السلطه اللي الغشاشه اللي تكذب 60 سنه هم يكذبوا. فلهذا الشعب الجزائري صعب عليه باش يصدق كلامهم. فلهذا في البداية أنا يعني حثيت على قضية هذا الكورونا، مشكلة حقيقية. هنا في أمريكا يعني المجتمع متخبط، ما عارفين الحل، ما عارفين الرأس من كعالة المشكلة. ومشكلة صعبة جدا جدا، وهذه بداية وحدها، ما زال المشاكل راح تكبر، ما زال هذا الفيروس، هذا الوباء راح يطلع إلى قمة. أنا لست طبيبا، لكن أسمع كثير أخبار هون عنا يتكلمون على هذا الوباء، ويعني الله يستر، الله يستر. وإن شاء الله الإخوة والأخوات اللي نظموا هذا الحراك يكونوا على وعي، يكونوا على مستوى، ويعرفوا كيفاش يوجدوا الحلول. صح أنه الحراك في خطر، لأنه إذا توقف الحراك نعرف أنه من الجهة الأخرى النظام راح يستغل الفرصة حتى يطفي نار، مو نار، يطفي الضوء، الأمل اللي في الجزائريين. احنا تكلمنا كثير على أمل الجزائريين، وهذه فرصة، ممكن فرصة إذا استغلها النظام ممكن أنه يقتل هذا الأمل. ولكن هناك من الجزائريين، دكتور للو، من يرى أنه شكل هناك أشكال أخرى من التعبير، وأشكال أخرى من الحراك أظهر إبداعا في أشكال التعبير. متفق معك. فلهذا أنا لا أشجع الشعب الجزائري الخروج في الطرق واستمرار الحراك بهذه الطريقة. أنا لست يعني أنا في أمريكا بعيد، ما نقدرش إحنا هنا في أمريكا نتبع قوانين البلد. إحنا عندنا يعني وقفات نعملوها أسبوعيا. الأسبوع الجاي هذا إذا كان السلطات المحلية قالت أنه كل اجتماعات في الأماكن العمومية ممنوعة، فسنوقف. طيب خلينا نشوفه في الجزائر. دكتور شيبان، بدأ أنه القصة كلها في الإعلام الجزائري، في بعض الذين
لم يكتبوا على الحراكة وعندما يقمع الحراكيون، إنما الآن تحركوا من واجب الحراكة ليتوقف فقط، أنه لا حديث مثلا عن الفضاءات الأخرى، عن المساجد، لوزارة الشؤون الدينية ترفض إغلاق كامل للمساجد فقط بعد الصلاة، بينما كان هناك أوبسيسيون، هوس بالحراك وضرورة توقيف الحراك، وأنه كان الحراك هو اللي جاب كورونا، فيما الحراكيين يرون أنه المطارات كانت مفتوحة، وتم التأكيد بأنه الكورونا الفيروس جاء عبر فرنسا مثلا. ما رأيك في هذا؟ نعم، ولكن احنا ما نشوفوش لهذه الفئة، هذه الفئة تاع الكاشير، هذه الفئة هذه العميلة اللي راهي تقدس في السلطان صباحا ومساء. احنا هذا ما نشوفوش لهم. الحراك تراه غسل يديه منهم ومن كثير من الاحزاب. وراه في قوة، وراه والله الرجال الشرفاء والأحرار، نساء ورجال وشباب، يعني قدرنا مقاومة هذا الحكم، هذا الجائر، هذا منذ 62، هذا الحكم العسكري هذا اللي هو سبايب المشاكل، هو سبايب المشاكل اللي رانا فيها الآن. هما والحراك يقول حكم مدني ليس عسكري، قالها عبان في 58، وراه شفت واش صار له، المصير تاعو ما كان هو رحمه الله عليه. اذا احنا رانا مستمرين في الحراك، مستمرين في الثوره تاعنا السليمه، الثوره المقدسه، ثوره ضد يعني من اجل العداله، ثوره من اجل الحريه في التعبير، الحريه في الاعلان، هذا هو الحراك. ولكن الان رانا في حاله مش تابعة إلا الجزائر، ولكن راه انتشر الفيروس كورونا هذا الكوفيد 19 العالم بأسره. والآن ماكرون راه يصرح الآن في الخطاب تاعو، راه وين يقول بلي يطلب من الفرنسيين ما يخرجوش من المنازل تاعهم. كيفاش حنا يعني نغلط نخشنوا رواسنا ونقولوا لا احنا نواجهوا كونت ليا اون فاغ يفو سافوار لا كونتورني لو جامي لا فرونتي. اذا هذا سي اون بوز من اجل احنا، ولكن كما قال الاخ الكريم من امريكا، فرصه باش نلقاو حل اخر، طريقه اخرى، وسيله اخرى باش نواجهوا هذا النظام الفاسد. طيب دكتور، الان لازم نكونوا على علم باللي راهو الان. نعم، هل نعم. الجزائر، هل الحكومه فعلا اتخذت الاجراءات الكافيه لمواجهه هذا الفيروس؟ اليوم وزير الصحة يعترف أن هناك 400 سرير فقط قادرة على مواجهة هذه الأزمة في عموم الجزائر. أين ذهبت الأموال، المليارات التي صرفت يعني عندما كانت هناك بحبوحة مالية؟ المليارات شفتهم شكون تاهم، وراهم وين راهم؟ في إسبانيا وفي أمريكا وفي إلى آخره. هذا ننساهم الآن، المليارات هذو ننساهم الآن. الحكومة مستحيل، إيطاليا وما أدراك ما إيطاليا عندها 2000 وفيات، يعني مستحيل باش نقول الدولة الجزائرية حق. ولكن احنا نسعى على تحسيس المجتمع الجزائري، تحسيس أنه يجتنب كل ما هذه التظاهرات هذه، لأن راه مجرد يعني يقابل واحد، وممكن يكون بورتر سان، ممكن حتى اذا ما عندوش مرض. يعني سي ان بورتر سان، عنده فيروس ولكن هو ماهوش ما عندوش لي سيمبتوم تاع لو فيروس هذاك. هذاك هو الخطوره الكبيره يعني ولهذا احنا لازم ناخذوا لا بريكوسيون، لا برودونس، لا ميفيونس، انه نسعاو باش نتجنبوا هذا تو لي زات لي روكوبمون لي زات. هذوما راهو يزيد يديرنا مشكل اخر، والدوله راهي ضعيفه ماهيش قادره اصلا باش تواجه هذه القضيه هذه. ربي يسترنا ونقولوا الا بذكر الله. دكتور شيبان، هل انت معنا؟ نعم. دكتور شيبان، ما تعليقك في المقابل على تصريح وزير الاتصال ناطق باسم الحكومة يقول بأنه أصوات تدعو إلى التعقل ويجب وقف الحراك هنا إلى هنا؟ أوكي، ولكن بعد ذلك يقول قوى غير وطنية تبحث عن تحويل الحراك إلى حركة تمردية غير مسلحة تهدف إلى شل البلاد، واستمرار هذا الحراك تعنت انتحاري. ما رأيك؟
لا هذا يقول هو واش يحب، قالوا من قبل المغربهم، وقالوا من قبل يعني هذو ما قالوها في 92 ومغربهم، وقالوا فيها قلا يعني هذا واش راح يقول هو. ولكن احنا الحراك راهو سليم، والحراك راهو ماهوش ضد، لا ضد الدوله تاعو ولا ضد العسكر. احنا نقولوا للعسكر خذوا احكم مكانك في التكنات، احكم عسلنا الجنوب هذا واش نطلبوا منك، راك مقدر راك مكرم معزز. اما السياسه نخليوها يعني لا 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 بوليتيك او بوليتيسيان او سيفيل با او ميليتير، تم مهام اخر. شكرا جزيلا. الان الوزير يقول واش يحب، يقول اذا هما من قد هما ديما راهم مسجلوا رموز الحراك، سجلوا كريم طابو، سجلوا رشيد نكاز، فضيل بوماله، كريم سمير بالعربي، محمد بن محمد، علي بالحاج من 2009 من اللي خرج هو، راك تشوف كيف هذه سياستهم معروفه. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الامين شبان، رئيس فرع الجمعيه الجزائريه للطب العام الدكتور محمد امين شبان، كنت معنا عبر الهاتف من ام البواقي. اذا كورونا وخطره يفرض ويلقي بدلاله على المشهد، حركيون حراك منطلق المسؤوليه والتحضر والوعي يدعو إلى تعليق الاحتجاجات والحراك، وليس توقيفه واستمراره بأشكال أخرى من التعبير في مقابل سلطة تحاول دائما استغلال الفرصة وتصفية الحسابات مع الحراك، ويستمر كذلك القمع والاعتقالات. دكتور حميد للو، ما رايك الهوس بالنسبه للسلطه لذروعها الاعلاميه هو فقط توقف الحراك فيما يخص خطر في كورونا؟ تم توقيف المدارس، تعطيل المدارس، ولكن الفضاءات مفتوحه، المساجد تبقى مفتوحه، بينما القصه كل التصريحات وكان الحراك هو المسؤول عن الكورونا. هذا الذي جعل البعض ربما شعور الخوف من انه كذلك امنيا الاعتقالات مستمره والمحاكمات مستمرة للحراكيين والقمع مثل ما مرة أخرى السبت الماضي، بينما السلطة لا تتخذ إجراءات أخرى وقائية في الفضاءات الأخرى المفتوحة وربما الأخطر في كورونا. والله مؤسف، صحيح أنه ما في حتى واحد، ما يعني كنا ننتظر هذا النوع من
الابتزاز من النظام، تناقض النظام في التسيير أو في الإعلام، هذا يرجع لعدم القدرة، عدم المعرفة، وأنه غير مؤهل. للأسف تعامل النظام مع الحراك كأنه سبب الفيروس، فيروس الحراك أكبر من فيروس الكورونا، تخوف من الحراك أكثر مما يتخوف من الكورونا. يعني مؤسف، لا تعليق، لا تعليق، لكن هذا لازم ما يعطيش حجة أو سبب حتى نضغط أكثر على الحراك. الحراك متكون من ناس واعيين متعقلين يعرفون مصلحة الحراك ومصلحة الجزائر. احنا عندنا جهتين، النظام الذي يعرف إلا مصلحته، والشعب الجزائري الذي يعرف مصلحة الشعب. فاحنا إن شاء الله الحراك راح يتخذ القرارات اللازمة واللي راح تصلح مستقبل الحراك وتخليه ينتعش بطريقة أخرى. ممكن هذه فرصة للحراك أنه يصعد في العصيان المدني، لأنه احنا داخلين في العصيان المدني، وكنا وقتها زمن الحراك ومن أشهر أو في بداية كنا نقول العصيان، ربما نخلوا المدن فارغة، ما فيش حركة. ربما هذه فرصة، ربما هذه فرصة طريقة للحراك، وإن الناس تقعد في بيوتها ما يخرجوش، وحطوا لافتات على شبابيك، ويعملوا أناشيد كما يعملوها في إيطاليا، أناشيد الحراك، أناشيد وطنية، ويعملوا احنا في وقتها كانوا يعملوا المهراز، ضرب المهراز ولا القرقاب. يعني فيه طرق طيب. أخرى سلمية، ما زلنا في السلمية، وتكون يعني بوعي، وتكون ما تمثلش خطر صحي على المواطنين. طيب. ربما هذه فرصة لتغيير التكتيك، استراتيجية تبقى نفسها، هو الحراك، هو الضغط على النظام، لكن التكتيك يتغير. طيب، يبقى معنا دكتور حميد دلل والدكتور توفيق زيو الأخصائي في أمراض الجهاز التنفسي، ينضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر. دكتور توفيق، هل الصحة في الجزائر، قطاع الصحة، جاهز أمام خطر كورونا مع اعتراف وزير الصحة اليوم ب 400 سرير فقط متوفرة، والأسئلة المطروحة لدى الحركيين الذين يخرجون، الذين خرجوا أساسا لوضع حد للفساد والأموال التي بددت فيما ليس هناك قطاع صحة يواجه الجزائريين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله. السلام، تحياتي لكم المشاهدين الكرام. يعني كي نطرقوا لهذه القضية تاع الوباء هذا تاع الكورونا، هي قضية عامة، قضية منظومة صحية، ماهيش قضية خاصة أنه كيحضر هذا الوباء اللي نتكلموا على نوعية تاع نظام الصحة في الجزائر. لازم نعرفوا بلي نظام الصحة هو مرآة تقدم بلد. كي يكون البلد في تقدم ورقي، المرآة تاعو اللي هي الصحة تكون متطورة، وتقدر يعني تاخذ كي يكونوا مشاكل كيما هذو كبار تقدر تستوعبهم، ولكن كي يفوتوا يعني الطاقة تاعها كيما إيطاليا ولا، رانا شفنا بلدان متقدمين ما قدرولهاش. هذا لا يعني أنه نقولوا باللي رانا حنا في يعني في حالة مليحة، لا، الحالة تاع الصحة في الجزائر ماهيش مليحة قبل من الوباء وفي وقت الوباء وبعد الوباء. برك يجي وباء كيما هذا، تظهر هنا تاع الصح، تظهر يعني النقصات والضعف يبان، ولكن نظام الصحة في الجزائر أو يتقاقب سنوات بعد سنوات. واللي يجي يقول العكس، يعني هذا إنسان راهو يخبي ولا راهو يمد يعني رأي ما عندوش علاقة مع الواقع. احنا هذا الوقت الوزير يعني او انسان يكون مسؤول، هذا كي عنده راي سياسي،
احنا ممارسين طبيين اخصائيين، كي نهضروا على الطب نهضروا على بالقبعه تاع اطباء، نعطوا نظره ونعطوا واقع رانا عايشين. المنظومه الصحه في الجزائر ما نقولوش باللي راهي في مستوى يعني تحت الصفر، لانه احنا نذكروا باللي من 62 وطلع كاين امور اندارت، ولكن الوتيره اللي كانت عليها كانت كنا نتمناو نكونوا احسن. في هذه السنوات اللي فاتوا رانا في تقهقر دائم، ولحقنا الوقت يعني وين جا وباء كما هذا اللي حقيقه صعب يعني الانسان يتكفل به، ولكن لو كان كنا احسن كنا نقدروا حتى من جانب يعني التواصل ونفهموا الناس كانت تكون احسن، ولكن هذا هو الواقع، والانسان يدير حسب الامكانيات تاعو ويتمنى احسن ان شاء الله. دكتور، ولكن اين الاموال هذيك انت قلت سنوات؟ وفعلا الجزائر بالعكس يعني، وكان المدرسه الطبيه الجزائريه بالعكس باريس مثلا وفرنسا بدون الاطباء الجزائريين التي كونتهم الجامعه الجزائريه، ربما القطاع الصحي بدون مبالغه البعض يقول من الفرنسيين في باريس مثلا قطاع الاستعجالات قد ينهار بدون الاطباء الجزائريين، 25,000 طبيب جزائري في فرنسا لوحدها. اين ذهبت كل المليارات التي توفرت للجزائر في زمن البحبوحه؟ والله شوف، انا كي نطرق لهذه القضيه انا ما نبداش بالاموال، لانه كاين بلدان ما عندهاش اموال كما كوبا وعندها نظام صحي ذو جوده. التركيبه البشريه النوعيه تاع التركيبه ما تكونش الا باموال طائله. نكون نقدروا نديروا ناس نكونوا جزائريين اما في الطب ولا اما في مجالات اخرى، وجزائر كونتهم كما كانت في بحبوحه ماليه، ماشي الاطارات تكونت في من 2000 لهنا، الاطارات الجزائريه تبدا تتكون من 62. البحبوحه الماليه تسمح لك انك تطلع مستوى اعلى، انك تحضر البلاد تاعك المشاكل كما هذول رانا حاضرين هذه الايامات، تعطي امكانيات، ولكن العلم راهو في العقول ما راهوش في الاموال. وفي الحقيقه العقول اللي تكونها هي اللي تجيب لك الاموال. ولكن احنا المشكل الاموال هذه خارجه من البترول من الارض ونتكلوا عليها في اللي تكوننا. لا لا، المنظومه كي تكون منظومه صحيحه مبنيه على علم وعلى مفاهيم علميه تما نديروا العقول، وهذيك العقول هي اللي تبني البلاد. والاموال اللي جايه زياده هذيك يعني نعمه من عند الله. الاموال هذه درك انسان كي يشوف باللي عندنا اكثر من 20 سنه ما تبناش مستشفى والمستشفيات قعدت كما هي هي، يعني الجواب صح باين باين، هذه الاموال ما على بالي من راحت، الا راحت في جهه اخرى ما راحتش في الصحه. هذا يعني بلا ما تكون انسان كيفاش نقولوا متخصص تشوفها بعينك. مدينه كما تاع الجزائر كانت فيها مليون نسمه، راهي زادت 5 مرات اكثر تقريبا، مازال نفس عدد ال طيب. بينما المسؤولون وكان اولهم بوتفليقه كانوا يعالجون في فرنسا في فالدوغراس وغيرها. وهل توافق الجزائريين دكتور توفيق الذين يوصفون الوضع انه بعضهم من منطلق ربما الياس القول انهم لا يخشون كورونا اكثر من خشيتهم من منظومه من من يحكمون كما يقولون كورونا ولا انتوما، لا يرون انهم فيروس اكثر خطرا على الجزائر من كورونا، ما رايك في هذا؟ هي شوف، هي نحن الشعب تاعنا يعني يقد هذه الطريقه التعبير، وهذه طريقه التعبير يعني في الحقيقه ما ناخذوهاش بالمعنى تاعها، ناخذوها بالمعنى الحقيقي انه راهم يقولوا باللي الى لحقنا لهذا الوباء اللي هو وباء طبيعي، ولهذه الامور هذه تجي من عند الله سبحانه وتعالى، ماهوش الدوله الجزائريه ولا الصين ولا اللي يديروها. ولكن الجزائري يعبر بهذه الطريقه باش يقول باللي ما راهوش راضي عن النظام هذا. ولو كان النظام خدم مليح البلاد ولو جا وباء كما هذا وما عندناش الامكانيات، الجزائري فاهم ما راهوش يطلب من الدوله دير اكثر من اللي تقدر عليه. الجزائري يحوس على دولة مبنية على أسس علمية، على نزاهة، على توزيع الأموال بطريقة يعني كيش نقولوا عادلة عادلة،
من بعد حتى ولو كانوا مشاكل، احنا الجزائري معروف اذا كان الحاكم يشبه له وياكل كما هو ويلبس كما هو ويتعب كما هو، والله الجزائر يعني ما راحش يتكلم. المشكل انه شفنا التبذير في قطاعات اخرى اللي ما تجيب والو للبلاد، وكي شاف باللي الصحه ما عندهاش الامكانيات اللي لازم، الجزائري ولا يقول الكورونا ولا انتوما. ولكن في الواقع احنا كاطباء نشوفوا الامر ماشي بالمنظار السياسي، احنا رانا اطباء نقعدوا اطباء. كاين وباء حقيقي، وهذا الوباء هذا لازم نوقفه ضده، ولكن بما ان ما عندناش الامكانيات تاع البلدان هذه المتقدمه، لازم الحق نقصوا من هذه التجمعات وهذه الامور هذو باش ما نلحقوش المستوى اللي ما نقدروا ما نديروا والو، نولوا نشوفوا في الناس تموت تحت عينينا ونسبحوا لهم ونشاهدوا لهم. هذه اللي مانيش حاب نوصلوا لها، بما انه ما عندناش امكانيات احنا كاطباء. يعني انا رايي انه التجمعات هذه وليس الحراك، الحراك الناس راهي حره، الحراك ماهوش مسيرات. احنا نقولوا للمسيرات لازم تتوقف مده اسابيع، والحراك متواصل بطرق مختلفه، ولكن نحبسوا المسيرات باش نتفاداو تفاقم الوضع، لانه اذا تفاقم الوضع ما عندناش الامكانيات باش نواجهه. هذا هو الراي تاعي. طيب، كطبيب. شكرا جزيلا لك دكتور توفيق زيو، الاخصائي في امراض جهاز التنفسي، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. والجزائريون تساءلوا منذ ايام عن عدم اقدام السلطات على وقف الرحلات من فرنسا من اوروبا بشكل خاص، اوروبا وفرنسا بشكل محدد، التي تحولت الى بؤره لهذا الفيروس، فيروس كورونا، والتي كانت مصدر الوباء ووصوله الى الجزائر. انضم علينا في النقاش مصطفى بن جامع، الكاتب الصحفي عبر الهاتف من عنابة. مصطفى بن جامع، ما تعليقك على تصريحات وزير الاتصال الصحفي السابق وما بدا تصفية حسابات مع الحراك، فيما الحراكيون يبادرون ويتقدمهم أطباء الحراك الناشطون في الحراك لتعليق الحراك؟ مصطفى بن جامع، هل تسمعني؟ لا أسمعكم جي. هل تسمعني الآن مصطفى بن جامع؟ هل تسمعني الآن؟ عفوا، لا أسمعكم جيدا. طيب، سنحاول العودة إليك مصطفى بن جامع، سنحاول العودة
إليك دكتور حميد دلو في 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 الولايات المتحدة، ما تعليقك على استمرار الرحلات من فرنسا برغم أنها بؤرة ومصدر وصول كورونا إلى الجزائر إلا بقرار متأخر من السلطات، وستبدأ غدا المفروض، وإن بيان آخر يقول بعد غد الخميس ستتوقف الرحلات نهائيا مع أوروبا؟ هذا ربما يرجع إلى عدم الوعي ولا اللامبالاة، الله أعلم. لكن مقارنة يعني ربما ما راحش تصدق هذه المعلومة، مقارنة مع أمريكا، حتى أمريكا ولو أنها دولة عظيمة لكن في البداية فشلت في طريقة معاملة مع هذا الوباء، لأنهم هم حتى في أمريكا ما غلقوش الحدود إلا من قبل 3 أيام، تأخروا كثيرا في اتخاذ الإجراءات اللازمة الطبية واللوجستيكية. كما قال لك الدكتور من جزائر العاصمة، دولة جزائرية ضعيفة، وحتى الدول المتقدمة وما بالك عن دول متقدمة فهي تتخبط في مشاكل هذا الكورونا. كورونا هذا يعني عاد فاجأ الكثير، فاجأ حتى الدول المتقدمة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا والولايات المتحدة. وإحنا في الجزائر لم يغلقوا، أنا هذا تحليلي، لم يغلقوا الحدود خاصة الرحلات مع فرنسا، هذا يرجع لانعدام السيادة الوطنية. لن يتجرأ النظام أبدا أن يقول لأسيادهم بفرنسا أن الحدود الجزائرية مغلوقة على الفرنسيين. القرار يتخذ من باريس، باريس هي اتخذت القرار أن تغلق الحدود أو الطائرات بين الجزائر وفرنسا، ليس الجزائر التي أخذتها القرار. وأنه كان ينبغي على الجزائر أن تعمل هذا لأن الوباء جاي من أوروبا. طيب. إذن أنا تحليلي هو عدم الوعي، اللامبالاة، وانعدام السيادة، هذا هو اللي خلى النظام ما ياخذش القرار في المناسب في الوقت المناسب. طيب، يبقى معنا دكتور حميد للو. طبعا فيما الجدل حول والخوف والفزع من كورونا، في المقابل الهوس بالنسبة للسلطة هو الحراك والحراكيين الذين تم اعتقالهم يوم الجمعة، وشهادات موثقة نتابع لها الفيديو أنهم نقلوا إلى مستشفى القطار لتخويفهم وتخويف من هم في المستشفى، حتى والزعم بأنهم مصابون كذبا بكورونا. نتابع الفيديو. في الحيرة كل واحد وين جابه قدامنا كاع الحيضرة، ومحيضرة محيضرة خيروا داو كنا في المدية، هاو أخينا معايا هاو كاين اليوم قدامنا، داونا القطار وفرغوا الطبيطة وداونا الداخل وفرغوا كلش وجابوه ما باش جابوه هكذاك، خلاونا داخل فرغوا جوج سوايع فرغوا كلش ودخلونا كورونا عندنا. قال لك كاين حاجه بصح باش نديروا فاش كاين طبيب خرج راجل، طبيب اللي وقف معنا مش قال طبيب ما حبش يجوز، هو واحد هما حبوا يجوزوه. طبيب هضرت معاه قلت له راهم يكذبوا عليك، هادو هما هاد الشرطه جابونا من الحيره ماشي جابونا على جال كورونا، هذا هو مش قال لي خلاص سيبو، قلت له تحمل المسؤوليه امام الله وضميرك، مشى معنا راجل باش يمرضوكم ولا باش تمثلوا فيلم انكم مصابين بكورونا. راه خرج عاودوا حطونا من القطار جابونا هنا كابينياك. هذا خوبة هذا النظام، هذا مصطفى بن جامع الكاتب الصحفي ينضم الينا من عنابة. هل تسمعني مصطفى بن جامع؟ انا اسمعك جيدا. طيب، ما تعليقك على ما شاهدت؟ ربما استمعت لهؤلاء الحراكين الذين اخذوا القطار بزعم انهم مصابون كذبا بكورونا، هل هوس السلطه هو بالحراك اكثر من هو بكورونا؟ نعلم ان السلطه تخاف ربما من الحراك اكثر من الكورونا، فلا يهمهم مصير الشعب حقيقه. لا اظن ان السلطه مهتمه بمصير الشعب وبما يمكن له ان يصيبه.
والا كانت اتخذت الاجراءات اللازمه قبل ان نصل الى هذا الوضع، يعني غلق الحدود الجويه والبحريه وكل الحدود ربما لتفادي وصول كورونا الى الجزائر، عندما كانت اوروبا مصابه وكان هناك انعدام لحالات كورونا بالجزائر. المهم هناك حقيقة رغبة في استعمال الكورونا للقضاء على الحراك ربما من طرف السلطة، لكن لا أظن أن الكورونا يمكنه القضاء على الحراك. ليس هذا يعني أن الحراك أنني أدعم مواصلة الحراك أثناء مواصلة المسيرات ربما، لأن الثورة الشعبية السلمية ليست فقط مسيرات، هناك عدة آليات، هناك عدة أشياء يمكن القيام بها. المهم يمكن على حسب رأيي الخاص يعني مواصلة الثورة السلمية، لكن تعليق المسيرات لمدة أسبوعين أو ثلاثة أو حتى أربعة في انتظار تحسن الأوضاع الصحية، لأن بعيدا عن الهستير هناك اليوم 60 حالة مؤكدة منها 4 وفيات، دون أن نتحدث عن الحاملين للفيروس ولا يظهر عليهم أعراض المرض وهم يتجولون عاديا ويصافحون الناس وهم كذلك يساهمون في انتشار الفيروس بشكل كبير. يجب إذن على كل جزائري أن يتحلى بالرزانة وأن يساهم في نشر الوعي. نحن اليوم أكثر في حالة حرب ضد الفيروس، حتى إن كان الشعب يصرخ الكورونا ولا أنتوما، نعلم أن هذا طريقة استطادير ستبروندر أو دوزيام سونس دوزيام دوغري، يعني طريقة للقول أن هذا الشعب يرفض بشدة النظام، يعني لا نقول أن هذا الشعب يريد أن يمرض بالكورونا وهذا شيء خطير جدا. فربما بعض الشباب يقولون أنا لا أخاف الكورونا، نعم يمكن أن لا تخاف الكورونا، لكن ربما الشباب ليسوا في خطر بالنسبة لهذا المرض الذي نسبة الوفيات بالنسبة للشباب الذي تتراوح أعمارهم بين 10 و40 سنة هي 0.2% فقط، يعني نسبة ضئيلة جدا. أما بالنسبة لل طيب، ولكن هل تفهم مصطفى بن جامع، هناك من يرى أنه هناك من قال، حتى كان معنا حسن قريدي مثلا في النقاش أمس، قال أنه هناك من مع استمرار الحراك لأنهم يخشون أن يتوقف الحراك، معناها عودة الاعتقالات، والاعتقالات متواصلة، يعني آلة القمع لم تتوقف. إبراهيم دواجي تم اختطافه اليوم مثلا، تقديم الحراكيين، حبس الحراكيين. لو كانت هناك نية في مواجهة كورونا، ألم يكن مثلا بإمكان مبادرة من السلطة لإطلاق سراح المعتقلي الحراك في سجون الفضاءات المغلقة اللي عرضة لتفشي الفيروسات أخطر فيها؟ ربما لا يوجد نية للسلطة أن تكافح الكورونا أكثر من مكافحة الحراك، وهذا ما كنت أقوله. يعني السلطة لا تهتم بمصير الشعب ولا بصحة الشعب، فلذلك على الحراك وعلى الشعب أن يهتم بنفسه ويهتم بمصيره وبصحته. يعني كنت تقول ما قلته اليوم هو تناقض نوعا ما مع 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 عدم توقف المسيرات. فاليوم والأسبوع الماضي والأسبوع الذي قبله لاحظنا العديد من الاعتقالات، ورغم أن المسيرات لم تتوقف، يعني الاعتقالات متواصلة سواء كانت مسيرات أو لم تكن مسيرات. يعني المسيرات لن تمنع السلطة من القيام بالاعتقالات. نية السلطة ربما أقول نية خبيثة، لا تريد الهدنة ولا تريد إطلاق سراح المعتقلين. أما الحراك
بالنسبة أيضا إلى مخاوف بعض الحراكيين أن يتوقف الحراك نهائيا وأن تتوقف الثورة الشعبية السلمية نهائيا إن توقفت لمدة أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة، أنا أظن أن الحراك لن يتوقف، لأن معظم الأشخاص الذين هم في الحراك مقتنعون ويخرجون عن قناعة، يعني إن توقفنا يعني في رأيك الحراك فكرة أكثر من مسيرة فقط. ولكن ما رأيك، ما ردك كصحفي على وزير الاتصال ناطق باسم الحكومة عمار بن حيمر، وهو صحفي سابق بالمناسبة ومدير جريدة في التسعينات، يقول أنه يرى الحراكين منطلق الحق الذي يراد به باطل، أنه الانتحار هو استمرار المسيرات في زمن كورونا، ولكن يقول فيما بدأ تصفية حسابات قوى غير وطنية تبحث عن تحويل الحراك إلى حركة تمردية غير مسلحة تهدف إلى شل البلاد كلية. ما قاله بالحيمة اليوم لا يختلف عن ما كان يقوله وزراء بدوي وغيرهم، يعني هو محاولات محاولات بائسة لتغيير الحوار وتغيير المنطق والنقاش. شكرا جزيلا لك. أظن أن تفضل بك ميلو. أظن أنه لا يجب حتى التعليق على 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 ما قاله اليوم، لأنه لا أجد حتى الكلمات. شكرا جزيلا لك. لا تعليق. مصطفى بن جامع شكرا جزيلا لك، الكاتب الصحفي كنت معنا عبر الهاتف من عنابة. من مستغانم طيب دواجي والد إبراهيم دواجي ينضم إلينا عبر الهاتف من مستغانم. طيب دواجي إبراهيم، مرة أخرى تم اعتقاله اليوم وكان يصور ذلك على الفيسبوك وتابعه الكثير من الجزائريين بالكثير من القلق والصدمة، هل لديك معلومات حول اعتقاله واختطافه حتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة سيدي الكريم وعلى ضيوف الكرام. بادي ببدء واش نقول لك، إذا كان احنا نتكلموا على المرض هذا اللي نحكوا عليه، وحنا الأمن عندنا، الأمن ما هوش عارف واش يتعامل مع المواطن. أخم تشوف الصورة تاع إبراهيم واش وقع له، اختطاف، رعب العائلة، أمور على كل حال. يا أخي الإنسان يسموه الأمن أمن، نقول الأمن أمن، لازم على الأقل يكون المواطن آمن في بلده. اليوم احنا المشكل على كل حال كاين هذا المرض ما يضرناش، احنا المرض يجي من عند ربي. العائله تقول اذا مرضت، كنا ابراهيم عليك اذا مرضت فهو يشفين والذي يطعمني ويسقين. وكان احنا كنا خايفين من المرض، وحنا المرض الاكبر اللي عندنا هو العصابه اللي راهي تحارب الناس في ديورها. والبيكي خرج من الباح، خرج جوج خطاوي على السكنه تاعنا، عيطني قال لي باب اللي راهم يتبعوا فيها ناس، وراها ناس سياره 208 بيضاء ومعها سياره واحده اخرى يتبعوا فيه حتى وقع حادث. الحمد لله رب العالمين ما وقعش حادث اكثر من اللي وقع. لو كان كانت موته فيها وكانت كذا، دام في سياره اجره على كل حال، كيحلوا الباب زادوا سياره اجره، كيعرفوا باللي راه هربان، ما عرفوش لا هربان الشرطه، تلموا عليه وقبضوا الامن هذا. وتلموا اللي ما قدرش يخرج لهم من اللوطو، ما بغاش يخرج لهم، كسروا عليه زجاج تاع السياره الامامي اللي هو كوتي شوفه باش جبدوه، وداوا لنا السياره على كل حال. ولحقت انا من مؤسسه من كوميساريه لكوميساريه، كل واحد يقول لنا خاطينا وما على بالناش، قلت له مين خاطيكم وما على بالكمش؟ قلت له معناتها مسميين امن. اذا كان يكون الامن انا قلت له انت تخطفني تجي لدارك، قلت له علاش تسموك السلطه القضائيه؟ عندي معلومه معاك، عندي قضيه معاك، بس هذا الشرط هذا العسكر هذا اللي راهم يقول احنا خاطينا، ما ندخلوا روحنا في السياسه. هذا يسموها اكبر من السياسه، هذا يسموها اجرام. لان الاجرام اللي وقع من هذا العسكر اللي انا نقول عليهم، ماهوش العسكر كله على كل حال، ما فهموناش الناس عكس واحد نقول، كاين شي نظرات مسوسين على كل حاجه، راه كبوا وشاخوا ما صابوا كيفاش يديروا واش نقولوا من مشاكل راه حاليهم من هذا الشعب راه يطالب جنرالات يا خاوه انا راه مثل كل واحد عن طريق الترهيب اللي راهم يديروا فيه بما فيه من الابن تاعي. هذا الابن تاعي على كل حال من خرج اليوم كان في حاله يعني يرضى على كل حال،
قصدتوه بالطريقة. حنا كاين واحد على كل حال السيارة طبناها وجابها لنا كوميسار تاع الكاتريان، لكن للأسف ما عطاوناش معلومة وين راح، على بالناش وين راح، لا لا تسمى ولا في الأرض. يعني لحد الساعة ما عندكمش معلومات وين هو إبراهيم؟ ما بغاوش يقول لنا سيدي الكريم، ما بغاوش يقولوا لنا، ما بغاش يكون ديالي خطفتو. دونك إذا كانوا السيارة طبناها، السيارة اللي تمشي على كل حال ما تكلمش وصبناها، الإنسان هذا على كل حال يشرب كذا، ما عرفناش الجهة اللي راه فيها وين. وكوميسار واش يقول لي؟ قال لي انا ما نمد لك حتى معلومه. السيد النائب العام يعطي تعليمه باللي عطاه السياره وما مد لي حتى تعليمه، ما مد لي حتى معلومه، وهذا شيء خطير الله يسرا. هذه بشاره تبين باللي التسعينات كانت باديه كيما هاك. وحنا نقولوا لهم، حنا نقول لهم كي تخطفوا ابراهيم اروحوا خطفونا كاع من العائله، معليش ماشي مشكل، لكن احنا ما نحققوكمش المراد تاعكم اللي هي الازمه اللي درتوها تاع 8 تاع 92. ان شاء الله باذن الله ما تندارش، وان شاء الله باذن الله مهما كان ضروب ابراهيم حتى ولو انه على كل حال هو على كل حال ناشط ومعروف وما كنت عارفه. لكن طيب هل 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 في رايك اختطافه له علاقه بشهادته لما اختطف كذلك وذكر ما حدث له في مركز عنتر للمخابرات؟ يا سيدي الكريم حتى ولو يكون هذا الشيء صح اللي كاين منه، لكن بطريقه قانونيه الشرطه، قال الشرطه تجيب لنا هذا الانسان، كما يجوا سياره مجهوله، سياره سيفيل تجري فيه من زنقه لزنقه في وسط الغالب، حتى قلت لك لا قدر الله كون ماتوا الناس من هذاك الروح اللي كان في ابراهيم هناك وتم في كاش ناس، المسؤوليه تحملها يتحملوا هذا الجنرال المسوسين، راهم يبعثونا في ابناء الناس هذو ما نعرفوش كاع مصدر المسؤوليه تحملهم، بالك ربما من الجزائريين، بالك ربما جايبينهم من الخارج، باسكو مستعد الجزائر تسير في خوها كيما هكا. حنا كنا نعرفوا باللي نأمنوا بالامن وكاين امن هو اللي يحمي البلاد من هذا العصابه، لكن العكس راه صاري، الامن راه يحمي العصابه ونساند هذه العصابه، للاسف حنا ما بغاوش يبدلنا معلومه، لا وين راه ولا مين جا، السياره مدوها لنا انكسرها فيها الزاد مكسر، مدونا على كل حال معلومه باللي هاشا فيها هاشا فيها هاشا فيها، لكن للاسف اليوم انا على كل حال من نروح للكوميسار والكوميسار يعطيني سياره ويقول لي ما على باليش وين راح، كما هذا شيء خطير على كل حال، اذا كان ده امن على نسمي امن، خليني نحمي روحي كيما في الامريكان، خلونا نحمي روحنا، لكن ما كنتوش قادرين باش نحمي البلاد، اي راهم شادين كاع، يقول لك تنحاو كاع، لا انت هو المشكل، المشكل اللي عندنا الامن ما عندناش، والمشكل اللي راهكم في البلاد العسكر، والعسكر راهم يحوسوا يرجعوا للتسعينات، خاطر هاد الناس ما صابوش وسيله يخرجوا واحد من المشكل اللي راهم عايشين فيه، حتى تبون تاعهم لما صابوا ملف ثقيل بالكثره جابوه على خاطر على اساس باسموه، قالوا له سوا بنت ولدك خرجوه براءه، وانت قالوا خلوك في الرئاسيه، كانوا غادي يدخلوك الحبس. هذا هو المعرفه اللي عارفينها احنا، هذا هو السياسه اللي نديروها احنا، هذه عصابه راهي تحارب في اشراف وتحارب في هاد الناس، لان هذا الانسان ما دار والو، حتى ولو قبضوه السيمانه كيما قلت انت قبضوه وداوه، للاسف كون ما كانش هذاك الله هذيك ما كانتش هذيك الصوره اللي صوروها على كل حال. حنا غاتكون مشكل بين الجزائر ومسغان مسكين، حنا مسغانيه هنا على كل حال، الطاكسيات ماشي مسغانيه كاع، الطاكسيات اللي خادمين معاهم هما بلعوا على ابراهيم بهما الكرسي وقبضوه وشافوا السياره تكسر، ما عرفوش شكون هاد الناس، ما عرفوش اسكو عصابه اسكو امن، ما عرفوش كيف احنا اليوم قال احنا ما عرفناش. وعلى هذا الاساس اللي احنا نقولوا بالدوله ما تبناش بالقمع وما تبناش بالحقره، ما تبناش، احنا نأمنوا باللي كاين امن والامن مازال موجود، كاين فيهم رجال شرطاء كاين رجال فيهم الاخرين، لكن احنا لما الانسان يختار عن طريق قانونيه نأمنوا بها هذا شيء مقبول وشيء نقبلوا به، باسكو احنا ماناش خارجين اطار القانون، لكن لما يختار بهذه الطريقه هذه نقولوا على كل حال هذا شيء غير مقبول، وعلى كل حال مازلنا نتابعوا في حقوقنا ومازلنا نناضلوا حتى ولو يقتضى الامر نوصلوا على التدخل الاجنبي فيما يخص هذا الشيء، ماناش نسكتوا عليه. طيب الدوله تاعنا موافقه على حقوق الانسان، واجب علينا نحترموا على الاقل حق الانسان، اختطفوا طفل صغير في عمره 3 سنوات قلنا معليش وما فوتنا والو، رحنا على الاطباء فوتنا غير باش نفوتوا له هذا القلق اللي راه فيه، حتى الطبيب ما حب يعطينا شهاده طبيه، اليوم يجي خطفوا راجل كبير من خارج باش يخدم على روحه ولا راح يتلاقي محامي تاعه ولا يتلاقى باش القضايا تاعه، على كل حال يصلح هذا المشكل هذا. طيب الشيء اللي انا خايف منه وحنا ما نخوفوش وما يخوفوناش. شكرا لك. طيب دواجي والد ابراهيم دواجي حميد لله، ما رايك عندما تسمع هذا ما يحدث يعني في زمن الكورونا، الدنيا مقلبه على كورونا وحاله طوارئ، بينما التتبع والهوس بابراهيم دواجي وبناشطي الحراك وبالحراك. والله الاخوه الاثنين هذول اللي دخلوا من الجزائر، والد الاخ اللي وقفوه هو الصحفي الاخ مصطفى، تكلموا كثير على امور مهمه جدا تتعلق بتصرف النظام الغير العقلاني. نقاط مهمة جدا، لو سمحت دقيقتين ثلاثة نحلل لك هذه لأنه قضية مهمة جدا.
هذه مخاطرة النظام والتلاعب الخطير بمشكلة عالمية جدا، مشكلة تخص العالم يعني بإثره كله. راح بالتحليل تاعي راح نوصل فكرتين. هذا التعامل الخطير ممكن يكون عنده نتائج خطيرة جدا على مستوى الدولي. وقبل الأخ هذا اللي وقفوه قال هذا يدخل في إطار حقوق الإنسان، وإذا اتضح الأمر ربما نطلب تدخل أجنبي. هذا أمر خطير جدا، وأنا فهم فكرته. فيه في القانون الدولي فيه قانون يسمى R2P Responsibility to Protect، معناته هي مسؤولية للحماية. هذا القانون الدولي عنده ركائز، ثلاثة ركائز مهمة جدا. العمود الأول يقول أنه الدولة، أي دولة، مسؤولة على رعيتها، مسؤولة على المدنيين، مسؤولة على حمايتهم، مسؤولة على حياتهم. هذه من مسؤولية الدولة. العمود الفقرة الركيزة الثانية من هذا القانون الدولي يقول أنه المجتمع الدولي، من مسؤولية المجتمع الدولي أن يساعد تلك الدولة حتى يمكن لها أن تتخذ الأمور والإجراءات لمساعدة المدنيين. فيه الركيزة الثالثة وهي الخطيرة جدا جدا جدا، وأنا إن شاء الله أن المسؤولين هذا واللا مسؤولين جزائريين يسمعوا يفهموها. الركيزة الثانية هي تقول أنه من مسؤولية المجتمع الدولي أن يتدخل ولو عسكريا لحماية المدنيين، وإن شاء الله من لحقوش لهذه. أنا نشوف أنه تصرف النظام الجزائري اللامبالاة ويخلي بسبب هذا الانغلاق والانسداد يخلي الشعب يتصرف كما قلنا بتغنال تخسرت، وين الوباء يرجع وباء خطير جدا وكبير على الجزائر وعلى ضواحي الجزائر. ونعرف أن الوباء إذا كل دول أخرى أخذت الإجراءات اللازمة ما بقت إلا الجزائر اللي تتعامل يعني تستهزأ بهذه المشكلة. ممكن جدا أنه هذا المجتمع الدولي يقول للدولة الجزائرية أنت ماكي مسؤولة وأنكم ما تقدروش تقوموا بالإجراءات اللازمة، فإذا فعلينا أن نتدخل. ممكن جدا هذا يصير إن شاء الله، من نلحقوش لهذا، لكن هذا تحليلي وهذا هو المفهوم من هذا القانون الدولي. إن شاء الله أنه هذا النظام يتعقل ويخلي الشعب ما يخلطش بين هذا الوباء والحراك، وأنه تكون فيه العقلان من طرفين إن شاء الله. شكرا لك دكتور حميد للو الباحث الأكاديمي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من الولايات المتحدة. شكر عفوا. موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة مني ومن كل فريق، أجمل التحايا، إلى اللقاء.